لم يعد أمام ميليشيات الحوثي من سلاح سوى المتاجرة بالملف الإنساني بعد تسببها في مأساة وكارثة إنسانية في الحديدة. خنادق كبيرة قطعت بها أوصال المدينة وجرفت معها مواسير ضخ مياه الشرب متسببة بحوادث سير مروعة. أما سلاح اتخاذ السكان دروعا بشرية فهو السلاح الثاني التي أجادته الميليشيات بعد أن نصبت أطقمها وآلياتها في المناطق السكانية لإدراكها بأن الجيش ومقاتلات التحالف لن تقصف أهدافا تقع بين السكان. أما هنا فمشهد في حي غليل لتجمع المواطنين الرافضين لنصب الميليشيات مدفعا بين منازلهم ووسط حيهم المكتظ بالسكان. توسع الميليشيات من انتهاكاتها لتشمل وضع قناصاتها فوق أسطح المنازل والفنادق والعمارات وحتى المساجد في محاولة منها التسبب في خسائر بشرية وجر الجيش إلى حرب شوارع يتجنبها خوفا من تضرر السكان. أما الألغام فهي السلاح الأكثر قدارة وفتكا والتي تخترق بها الميليشيات القانون الدولي بعد أن زرعت حقول ألغام كثيفة وأنواع متعددة منها في الأحياء السكنية وطرقات الصيادين والرعاة مستهدفة المواطنين كانتهاك مروع يمتد من الحاضر في استهداف أرواح المواطنين ولأجيال قادمة. انتهاكات تمثلت أيضا بخطف وقتل وتعذيب المواطنين المناوئين لها. طالت المعلمين والناشطين المعنيين بأعمال الإغاثة الإنسانية انتهاكات سبقتها تدمير الخدمات العامة ونهب الأموال والمرتبات وصناعة المجاعة وتعذيب المختطفين حتى الموت وسط صمت دولي وحقوقي وأممي لانتهاكات تمارسها ميليشيات الحوثي بحق أبناء الحديدة على امتداد 3 سنوات من انقلابها الأسود. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة.